معنا أخت من المعتصمين تو قدام قناة تونس 7، باش تحدثنا شوية على الاعتصام والأهداف نتاعه وشو الرسالة اللي تحب توصلها للإعلام. من فقرة ومن مزيد سيامة من فمعنيها حرفوها مسيرة حمرة لكي ترجوها بني مسيرة معنيها خرجوا فيها فلسطينيين وتحريريين ونهضاويين وأدزوها المسيرة سيامة. اليوم كانت باش نعتصموا باش نوصلوا المطالب اللي احنا حصلنا عليها. المطالب نتاعنا بتلخص انها تجريد للعالميين الموجودين المتبرعين المناسبين للمخلوع على حق المتماركين في الفساد المالي. و في سفارة الفساد المالي فما ناس جرموهم على خاطر في 13 في 14 غانتي حرجوا عملنا برشا أفلام بثوا الفتنة بثوا الإشاعات هذوما ناس معناها قانونية تخدم الشيطان ومتعزيرهم من الفتنة نتاعهم من القضاء. معناها غناء على الأجندات الفاحمة الواضحة الباينة الإعلام هذايا إعلام موجه إعلام أجندات حتى معناها رينا فيهم وجوههم بعد أكثر الصحافة الغربية اللي هما وجوه صهيونية معناها في المكتوب شوفت شكون اللي قاعد يتكلم في التلفزة. فما ناس فلسطيني معروفين تابعين حزب فلاني وحزب فلاني وحزب فلاني برشا معناها برشا تابعين لليسار الانتهازي لليساريين البرجوازيين. الجمعة اللي فاتت حضرونا المسيرة نتاعنا خرجونا لي احنا معناها مدلسين معناها خلفيتنا الاسلاميه نغالطي في المواطنة. هو سمح لي يا سارة الجمعة اللي فاتت قالوا بضع المئات من حزب التحرير وحزب النهضة. اي فعلا. عندك صحيح ولا لا؟ وعندك شي نومبر اكزاكت؟ اكزاكت انا سمعت اليوم 60,000. هما فاقوا 20,000 معناها كيف تبدها تصوير علم تعرضها على خطير تعطيك النومبر اكثر من 20,000. مش فوتوشوب اكيد. في الاخبار اكيد. في الاخبار نتاع 8 قالوا قريب 6,000. في الاخبار نتاع مفصلين ولاو بعض المئات. شفت في علم الاشاعات وعلم المغالطه معناها فهمت معناها انه المظاهره نتاع الاتحاد المظاهره نتاع اخرى اللي في تربيون يعملوها عملوها في الترقيق ما خرجوش في وسط العباد معناها الناس اللي تكلمت سون دي جون سيليكسيوني اقصى المواطن المستقل من الاحتجاج كنت غبت في الفيديو في الريبورتاج نتاع تونس 7 تلقاه الفيديو في تلقى وراه اللي كراها بيكون معناها عملوه في الترقيق يعني هذيك ما تنجمش تكون شهاده اللي تشوف فيها. سمحنا الجمعه اللي فاتت سمعنا اللي فما عدد الاشهاد دخل تنزل قناه تونس 7 شو علاش وشو شو الرساله اللي حاب يوجهها للجروب اورجانيزاتور مستجد الثوره والفيسبوك. ناس خدمت وتعبت وزنت رويحه للمضمون هذيا بعد ما رانا كان الريبورتاج نتاع تونس 7 اللي خرج معناها معناها سواها المسيرة نتاعنا. مشينا بإطار حق الرجل لقينا معنا عدل منفذ مشينا بسوا تكبير مشينا بعد منفذ عملنا حق الرجل أمان نقص عليك لحظة بركة ونسجلوا أول المشاهد أول خيمة حتى يسقط العرب هذه أول خيمة باش تنصب لاعتصام لإسقاطنا من دور الإعلام النوفمبري في قناة تونس 7
فوقية. طلبنا الناس اللي أشهر مات الناس اللي عندها بزنس مالي في الإعلان، طلبنا إنهم الناس يزونا يتحاسبوا ويتحال الملف نتاعهم القضاء، طلبنا للوجوه المنبرية والناس اللي موجودين يزونا كيف يقولوا يزينا خلينا نفرجوا في أخبار أحنا. سامحني بصوتك امبارح فور اكزامبل بالاخبار في قناه تونس 7 المحرره شادي خدير فهمتني ما تراش اللي هي بعدت على الحياد وما تراش اللي هي استغلت النشر الاخباريه في تصفيه حساباتها بليتو مع عضو من المجلس الوطني التاسيسي. هم الكل هم ما كان حتى واحد محارب في الجزء بالأساني تلقاه كل صحفي عنده الحد متاعه يعني ما بقيت اللي تبع القصب واللي تبع رشلوة واللي تبع رشلوة يعني ليش قاعدة تخدم في الأجندات متاعها الخاصة مع الناس أعلام محايد مع الناس صحفي يخدم يصور في الشارع يصور يعني يقول بصورة حية بالباهي وبالخايب متاعها. احنا مختلفين عليهم اليوم كي جيت نزل الحكومة نعملنا زي هكاك تسمح لهم 7 نوفمبر نحطوا 7 نوفمبر جديد. احنا طالبين اعلان محايد يمشي يعدينا تصميم السيرة كما هو. في كلمتين رفضوا حتى باش يتعاملوا مع هذا المنفذ معناها في تعاملوا بالتليفون لجون دو لاكاي هو اللي استقبلنا ولا بالتليفون قال لك لا ما نهضرش ناخذ معناها في كلمتين الاعلام ما تصميم خدم الثوره ولا نجح لين الاعلام هو مش معترف بالثوره احنا صورنا فيديوها في اثنين قال لك كما ثوره تحكي عليها وهو اعلامي يمثل يمكن لنا حسب راينا بالنسبه لنا راي شخصي يمثل المؤسسه الاعلاميه التونسيه وكذا لا وطنيه قال لك كما ثوره وقال لك هذيك الاربع كعبات هذوكم سميهم شهداء وباقي خاصينها كاميرات قال يا خويا انا عبد العلي دبروا فيا عنده قال هي اللي اختارها ما تصورتش عندك شي الاسم بربك الاسم عندك عندك الاسم الاسم السيد اللي قال بن علي والله على خاطر نفس الاشكال صارت في الاذاعه الوطنيه وفما وحده قالت انا من ازلام بن علي واتشرف اللي كنت من نظام بن علي ولو خيروني في اختياراتي المرجعية والفكرية لاخترت نظام بن علي. هذه في الإذاعة الوطنية وقد كنتجوا تحاسبوني حاسبين يا اندرا احنا قادرين باش نحاسبوهم ولا لا قادرين باش نحاسبوهم كيفاش باب الغالي احنا ماشيين ونساعدوا قادرين باش نحاسبوهم شو هو قادر باش اعمل انت باب الغالي اذا مش انا مساعد باش اعتصم لهلا لهلا باش اعتصم لهلا وبعد يعمل مش لا عنف ولا قوة ولا حساب خلص هذا الرابعة من الجيش أجيال الحماية هو نظام الناس تحب ترسخ اللغة الوافية في التلفزة التونسية جمعة شيري جبت لكم توفيق جليل بريد في التلفزة راهو جليل بريد تفهموا على الفيسبوك وهدوني في القتل في الشارع كذب شو قولي كذلك عليه مش ساعات معناها مثل الموقع بين ساعات هو اللي بش ينقل صورة تونس تستغنيوا عليها تونس طبعا يعطيكم الصحة ربي يوفقنا ان شاء الله.